دلوقتي حبايبي، بعد ما عملت معاكم المربى خطوة بخطوة وشفنا الطريقة، حابة برضو ان انا اوريكي برضو فكرة كمان. يعني لو انت مثلا حابة ان انت تغيري كمان، يعني تعملي من المربى دي، تطلعي منها مثلا مربى فراولة، مربى مانجا، اي نوع فواكه انت حباه، ممكن كمان انت تغيري فيها، برغم اللي هي معمولة بالبرتقال وطعمها برتقال، بس هقولك ازاي اللي انت تغيري فيها وبطريقة بسيطة جدا. نعم، فهقولك بقى ايه هنستخدم ايه، وهوريها لكم برضو ايه دلوقتي ايه عملي ايه. يعني انا دلوقتي في السلطانية دهوت، حابة ان انا اعمل الفكرة ديت فيها، يعني هحولهم كده لمربة فراولة. ازاي بقى، ازاي مربة فراولة وهي معمولة من البرتقال؟ فانا هوريكي بحاجة بسيطة جدا. نعم، واللي هياكل من المربة ديت يعني هتبقى طعم مربة الفراولة بالظبط. فكل اللي احنا هنحتاجه، هنحتاج لون احمر، وهنا هنحتاج ده كده اصانس فراولة، بيبقى الاتنين كده دول بيبقوا موجودين عند العطار. هيدوكي ايه، هيخلوها لك مربة ايه، يعني نفس الطعم مربة الفراولة بالظبط. كمان ايه، انا حابة ان انا اعمل معاكم الفكرة ديت ليه، يعني المربى ديت يعني مربى يعني بسيطة واقتصادية. لو انت حابة تعملي كمان اي نوع من يعني من الحلويات، ممكن برضو اللي انت تستخدميها في اي نوع انت حابة، لو انت حابة تغيري يعني الطعم، يعني او اولادك مثلا، عندك اولادك مش بيحبوا المربى، طعم مربى البرتقال مثلا، ممكن برضو اللي تتغيري، وبالطريقة ديت يعني هتحببيهم فيها، وهيحبوا كمان اللي هم ايه ياكلوها، برغم اللي هي يعني ما فيهاش فراولة خالص. طبعا هي الفراولة في السوق رخيصة، ويعني وانا عندي كمان مخزنة منها في الفريزر ياما، بس انا برضو ايه حبيت ان انا اقول لكم بس الفكرة ايه ديت. يلا بينا كده بقى نشوف مع بعض، ثبت بس التليفون ووريكم. ما هجيب ديت كده البرطمان ده كده هشيله على جنب دلوقتي. هنا انا هبدأ اللي انا ايه اضيف كده الاسانس، هنجيب ايه معلقة كده صغيرة. انا هاخد يعني بالمعلقة ديت كده، يعني حبة صغيرين، يعني ممكن نص المعلقة دي، شايفين دي المعلقة بتاعة الايس كريم دي، ويعني هاخد لان الاسانس ده بيبقى مركز. يعني شوية منه بيديكي، يعني بيخلوها شايفين، يعني هي مش مليانة، يعني مجرد الشوية دول بس، يعني الريحة طالعة ريحة فراولة صرف. هنا بقى ايه هبدأ ان انا اضيف، بس امسح ايديا، يعني ايديا بقت ريحتها كلها فراولة. هبدأ ان انا اضيف يعني سنة كده، سنة ده صوت البرتمان، لان انا حطاه في المية، الهواء التكة ديت اللي انتوا سمعتوها، الهواء اللي فيه بيبدأ اللي هو يطلع، لان انا حطيت البرتمان خدته حطيته في مية برد عشان يبرد معايا بسرعة. كده حطيت اللون الاحمر، اوريكم برضو هجيبه اوريه لكم، لان هو لسه معايا برضو دافي. شايفين الغطا نزل لتحت ازاي؟ الهواء طلع منه. طبعا لما بتيجي بقى تفتحيه وتاخدي منه بتسمعي الصوت بقى، نفس الصوت اللي انا قلت لكم عليه لما بتيجي تفتحي اي برطمان مربى جاهز. الطريقه ديت ايه جميل. فدلوقتي بقى ايه هبدأ بقى ايه اللي انا اقلبهم كده مع بعض، اوريكم برضو ايه شكلهم قبل ما اقلب. شايفين؟ طبعا انا كان نفسي ان انتوا كمان تشموا الريحة كده معايا. هقلبهم ايه، هقلب كده اهوت.
طبعا ما تكتريش القصانص عشان ايه ما تبقاش مرة معاكي. يعني انا حطيت حاجة بسيطة خالص. طبعا ممكن كمان اللي انت لو انت حابة مش حابة اللي هي يبقى فيها قطع صغيرة، ممكن انت تضربيها في الخلاط وتنعميها، هتبقى ناعمة معاكي خالص. هي كده ايه كده خلاص، شايفين حبايبي؟ اخد بس اللي في البيتنات ده، هو دي كده فكرة ازاي اللي انت تحولي المربى. يعني لو اولادك مش بيحبوها زي اللي انت تحوليها كده لحاجة يعني الطعم حلو كده، يعني طعم فراولة او اي طعم انت حباه كمان، وهياكلوها وهيحبوها جدا. ايه رأيكم؟ دلوقتي ابني ما بيحبش مربى البرتقال، انا بحبها انا وبنتي وكلنا في البيت بنحبوها ما عدا ايه يعني ما عدا هو. فانا دلوقتي اناديله واعمل معاه التجربه ديت، يعني تسمعوا برضو كده رايه لما ادوقه منها كده ايه معلقه ونشوفوا رايه ايه. يلا اناديله وجايه. فتحي تعال، بس هو قاعد بيلعب على جهاز الكمبيوتر عشان كده مندمج يعني في اللعب. بص تعال، انا عملت مربة فراولة. مربة فراولة تحفة، انت بتحبها؟ تشوف بقى، تعال بس كده عشان ما تطلعش، دوقها كده اهوت. ايه رأيك؟ بجد؟ عجبتك؟ طب اقول له ولا لأ؟ عجبتك؟ ايوه معمولة بالبرتقال. عشان ما بحبش اضحك على حد. معاك يا بطاط، ايه؟ معاك عارف يعني انت عارف اللي انا ايه؟ اديت لها. طبعا انت سامعني ولا ايه ده؟ يبقى انت سامعني. اتمنى حبايبي الفيديو يكون عجبكم. طبعا انا ناديت له اهوت وانا معاكم في المطبخ من غير ما اقول له يعني على اي حاجه، فبس هو ممكن يكون سامعني بس يعني عجب الطعم. اتمنى حبايبي الفيديو النهارده يكون عجبكم وتكونوا استفدتم منه. بحبكم جدا جدا في الله حبايبي. كان معاكم حنان البراكي، ام ندى وفتحي. يا ريت اللي لسه يعني متابعني لاول مره، فضلا وليس امرا حبايبي، لو الفيديو عجبكم والقناه عجبتكم وتستفادوا منها، يا ريت ان انتوا تدعمونا كده حبايبي بالاشتراك في القناه، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد انا بقدمه في القناه اول باول. لا يا ريت كده تدعمونا كده حبايبي باللايك والشير، يعني عشان بيرفع الفيديو وبيوصل الفيديو لاكتر عدد من المشاهدين اللي هم يشوفوا ايه الفيديو. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اجيب بقى البرطمان ده هنا عشان ايه ننهو معاه، يبقى ايه يبقى كده قدامنا اللي هي بطعم البرتقال وديت ايه بطعم الفراوله. هحط دي اوريكم برضو ايه شكلها. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.